للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية علاء عبود. علاء، بعد التحية، ما هي التوقعات الطبية للتعافي بالنسبة للملك تشارلز، وما التحديات التي قد تواجهه خلال فترة العلاج؟ أهلا بكم جميعا. طبعا أوجزتم القول بأن المعلومات التي أخرج عنها القصر الملكي في بيانه تحدثت بإيجاز عن حالة صحية، وقالت أن الأطباء مستبشرون خيرا بتقدمه في العلاج وأن لا خوف عليه في هذه الفترة، مع الأخذ بنظر الاعتبار المراجعة الدورية والمستمرة لحالته الصحية كي لا يقع أي مكروه كما لا يتمنى الجميع بطبيعة الحال. القصر الملكي قال أن الحالة الطبية مستقرة، ويقول الأطباء أنها مشجعة، ويشجعون الملك على أداء بعض وليس كل واجباته الصيفية. هناك الجدول في العادة مزدحم بالواجبات الصيفية التي يطلع بها الملك والملكة، والتي تشمل الاحتفالات في حدائق القصر الملكي، وأيضا رويال سكورت، وأيضا الاحتفال بيوم النصر، وأيضا الواجبات التي يطلع بها عادة باستقبال رئيس الوزراء بشكل دوري وأسبوعي، وكذلك استقبال الضيوف الخارجيين. ما قيل أنه من شبه المؤكد أن الملك سيقوم به في الفترة القادمة ابتداء من الأسبوع المقبل زيارة مركز لعلاج السرطان. طبعا معروف أن الملك والملكة هم راعيان لعلاج وأبحاث السرطان في كل الدولة، ولكن هذه الزيارة هي زيارة تحمل من الرمزية الشيء الكبير، حيث سيلتقي بالأطباء والممرضين والمرضى في رسالة دعم وتشجيع، وأيضا لبث الطمأنينة في نفوس محبيه. وأيضا على جدول أعماله في بداية يونيو القادم أنه سيستقبل إمبراطور وإمبراطورة اليابان في زيارة دولة، والتي تتضمن مأدبة ملكية وأيضا احتفالات رسمية بهذه الزيارة. لكن كل النشاطات ستكون خاضعة للمراجعة كي لا تحمل صحته أكثر من طاقتها، وبالتالي يقع المحظور. إذن كل الواجبات، حتى الواجبات الجزئية التي قال عنها القصر الملكي، هي واجبات ليست مؤكدة بالشكل النهائي وستخضع للمراجعة. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية علاء عبود، شكرا جزيلا.